محمد، حقوق عين شمس. طب انتوا عندكم مفيش الامام، فضيله الامام شيخ الازهر، فانتوا عندكم 50% من المصاريف بالظبط لكل ده كان الطلاب. قرار وزير التربيه والتعليم العالي كل الطلاب الفلسطينيين. صحيح. طب واللي ما يدفعش يعني لو ما معكش فلوس وما دفعتش؟ اللي ما يدفعش في حاله انه انت تاخرت سنه بتترحل للسنه اللي بعدها اذا ما دفعتش. ما فيش حد بيقول لك لا مش هتكمل؟ لا 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 ما فيش اي موقف؟ لا 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 مش خالص موجود. انا في يعني في بعض الطلبه اللي تخرجوا في هاي السنه وما دفعوا الخمس سنين كامله. لكن الى حين ما هو تنظيم فقط بالزبط. لكن ما بيتطبقش على الارض بشكل يضايقك؟ لا. لا سواء خلال الحرب او قبل الحرب هذا الموضوع. وانت ناوي يعني تبقى افوكاتو فين بقى؟ محامي فين بقى؟ محامي في انهي تخصص؟ لا هو انا درست القانون كدراسه مش كوظيفه، لكن عندي شغل اونلاين يعني في شركه كويتيه. في شركه كويتيه هنا؟ ايوه في مصر. يعني بتشتغل؟ ايوه. انت هنا بقى لك قد ايه في مصر؟ 8 سنين. 8 سنين؟ أيوة. انت اخترت الحياه هنا يعني؟ بالضبط. ومتنقل ما بين مصر وما بين غزه يعني. انا جيت قبل الحرب بيومين. جيت قبل الحرب؟ قبل الحرب بيومين. بتدرس قانون لكن ده مش في مجال شغلك؟ لا لا. مجال شغلك ايه؟ في البرمجه والتريدنج. اوه كويس جدا. بتساعد فلسطين باي شكل من الاشكال وانت هنا؟ احنا اول ما بدات الحرب واكتشفنا انه في عائلات عالقه جاءت ما قبل الحرب بهدف العلاج، في مجموعة من الفلسطينية بكون لهم تحويلات من خلال وزارة الصحة الفلسطينية ووزارة الصحة المصرية، بيجوا بكونوا مخصصين مبلغ لمدة أسبوعين لرحلة العلاج ومن ثم العودة لقطاع غزة. نعم. فلما صارت الحرب قفل المعبر، معبر رفح، بالنسبة للي بدهم يغادروا من القاهرة إلى غزة. فأصبح أنه إحنا صار في عندنا مشكلة الناس العالقة اللي هم مرضى أجوا قبل الحرب. أي. ثم بدأ. طب مش احسن لهم يفضلوا هنا؟ انت عايزينهم يرجعوا لي؟ اكيد يعني. كامان لهم وكذا اكيد، لكن الظروف المعيشيه لانه هاي الاشخاص مستمه رحلته اسبوعين علاج لمبلغ محدد. المبلغ هيعيش هنا على دماغنا وراسنا اكيد طبعا، ويجي يعيش معنا في بيتنا وعادي جدا. وفي العائلات اللي جاءت خلال الحرب تقدر 3000 عائله. نعم. من بدايه الحرب الى اليوم، وعندنا الطلبة الفلسطينيين اللي موجودين. أيوة. في مصر يعني قبل يومين كنا في زيارة لمجموعة من الطلبة فقبلنا إحدى الطالبات اللي فقدت 51 شخص من عيلتها في غزة ولم يتبقى لها سوى هذه الفتاة وطفل عمره سنتين هناك. هناك يعني هي وطفل 51 يعني العيلة يعني بالكامل، يعني العائلة كلها بالكامل مسحت من السجل المدني ولم يتبقى سوى. لا حول ولا قوة إلا بالله. وبالتالي شكلها إيه؟ حالتها إيه؟ متمسكة؟ حالتنا كلنا يعني إحنا موضوع الصبر هذا إلهام من عند ربنا يعني. سبحان الله. إلهام من عند ربنا يعني. أنت بتلاقي أنا فقدت أعز صديق في حياتي كان بدرس معي في مصر 4 سنوات ونزل يكمل الماجستير في غزة، كمل الماجستير وبعد ما أنهى الماجستير بشهرين استشهد في 23 أكتوبر. فأنا عمري ما كنت بتخيل أنه هذا الشخص ممكن يروح من حياتي، ويعني عمر ما أجت على بالي اللي راح 30,000 بالضبط شهيد. انت بتلاقي حالك في مصيبه بعد بساعه بتسمع مصيبه اكبر فبتهون على حالك المصيبه الاولى، فيش وقت انك تزعل. احنا حق الزعل حق انك تبكي انت مش قادر تاخذه، انت مش قادر تبكي، ما معك وقت انك تبكي لانه بعد ساعه في خبر لقريب لك. ايوه. لصديق لك. انت بتقول لي في 52 شخص فقدوا هنا. اما فقدوا. الاب او الام أو أحد أفراد العائلة من المصري من الموجودين في مصر من الموجودين بدرسوا في مصر.